خد يا عم. ايه ده انا مديك 100. لا هم 50 بس. 100 ايه؟ انت هتنصب عليا. مديك 100 والناس شهاده. انت مجنون ولا ايه؟ خلاص يا بيه خلاص. فين يا بقيت شوف النصب. خلاص يا استاذ. خلاص يا بيه. خلاص يا بيه. خلاص يا باشا. هات لنا صور. غيروا الصنف بقى واستنضفوا. هات لنا صور عندك. في حاجة عجبتك؟ بصراحة أنا عايزة خاتم حلو قوي، يعني من الآخر كده مفيش زيه. لمين؟ لواحد حبيبك؟ لا حبيبي إيه ده خطيبي. ها تقدري تقولي لي هو عنده كام سنة؟ كام سنة اشمعنى؟ عايزة أعرف اتولد إمتى وفي شهر كام؟ هو اتولد في شهر 11 زي قبل ب3 أيام يوم 18. أنت عقرب. ايه عقرب ده؟ لا انا ماليش في الكلام ده. ثواني 11 11 11 11 كده. انت لسه هتقرا؟ ايوه تمام. يبقى ناقص تقولي لي حاجه واحده. ايه بقى؟ اتولد الصبح ولا بالليل؟ اه لا دي معرفهاش معلش عدي لي دي. اسمعي كلامي، اتصلي بيه واساليه من غير ما تقولي له على الهديه. ماشي هساله. ما اسالوش ليه؟ الو. الو عامله ايه؟ انا كويسه. خدي يا حاج خدي على السلك. لسه ما روحتيش؟ لا لسه ما روحتش يا بنت. قلت لك اهو روحي بقى. بقول لك يعني هسالك سؤال وتجاوبني عليه ونتكلم بعدين ماشي؟ اه. انت اتولدت الصبح ولا بالليل؟ لا مش هقول لك. قول لي بس. لا خلاص خلاص مش هقول لك. اتولدت الفجر يا ستي. فجر؟ خلاص مش دلوقتي قلت لك بعدين. يلا سلام بقى. سلام. تمام. ما قلتليش اسم خطيبك ايه؟ اسمه الحسن. الحسن. يا سلام الله اكبر ما شاء الله يا الحسن. بص يا ستي انا محضر لك حاجه تستاهل انك انت تهدي بيها. اتفرجي بقى. ايوه يا فتون. ايوه يا بنت انت فين؟ عايزه مني ايه دلوقتي؟ انجزي عشان الفرح. لسه الساعه 4 يا فتون. الفرح مش هيدور قبل 8. بسرعة يا بنت. لا ماشي حبيبتي. ألف مبروك. ألف ألف مبروك. سلام بقى. سلام. بصي بقى الخاتم ده فيه حجر كريم بيألف بين الأحباب لغاية الممات. ده حلو قوي. هو مش غالي قوي بس صنعته متكلفة. كل بلد وليها شيخ إلا أبو الأول علا وليها سلطان. يا كبير أوي المعلم راشد الغول فرح ابن عمو الليلة. أكبر تحية للمعلم راشد الغول. أيوة مان انا عايز احلى سنه من الناس التمام، للناس اللي مشرفانا ومنورانا ومكبرانا. ابو هناء سيد المعلمين الكبير اوي، معلمي سمعني عظيم يا مصر. تعالى يا حسن هعرفك على اختي فتون. يا فتون تعالى يا علي، علي جوز اختي الحسن. تعالى يا اخويا، تعالى. ايه يا علي؟ يا فتون تعالي. الحسن يا فتون، فتون اختي. اهلا يا اخويا. يا حبيبتي ماليش في الكلام ده. هتقعد شويه كده وتشرب لك ازازه. قلت لك ماليش في الكلام ده، هو جاي يبارك نمشي على طول. يبارك فيك. يلا يا حسن تعالى. عايش في الدنيا دي سكة وعايش فيها على تكة، بداري لقاها بالضحكة. اتأخرت ليه يا صاحبي؟ بقاله كتير. ركز معايا هنا، ربنا يحرمني منك يا حسن. ما تتصورش انا مبسوطة قد ايه بمجيتك دي. بقول لك ايه؟ مين الواد ابو الرشاش اللي كان بيرقص جوه ده؟ عيل مبرشم ملوش اي لازمة، تلاقيه مش ضارب اللي بيعمله. يبقى ابن عم العريس. والغل اللي كان في عينه ده وسنج ورشاشات، الواد حايش نفسه عني بالعافيه. كل اللي في الفرح مدهونين. انا كنت عايزه استاذنك اروح ابات بره النهارده عند ام ميزو، يعني عشان اسيب العرسان بيت الدخله وكده. ماشي. انا فاكره ولا عايزه حاجه؟ لا مع الف سنه. ايه لا عايزه حاجه طبعا. افتكرت. انا جبت لك ده هديه. حلو؟ ما ينفعش تجيبي حاجة ما تعجبنيش. يعني حلو من الآخر. ده بقى ما يتقلعش من إيدك خالص، مفهوم؟ أنا عايزة حاجة. لا عايزة سلامتك. محمد بتسيبني، هستنى تليفونك. مع ألف سلامة، هستنى تليفونك يا حسن. قاعد كده ليه يا حاج؟ مستنيك يا حبيبي. مش برد عليك كده. خليك رايق، نخش غير وجهي. تعالى يا الحسن. مالك يا حبيبي؟ تعبان يا حاج، مش مبسوط. ليه؟ احكي لي. انت عارف ابنك يا حاج عمره ما كان بتاع مشاكل، ولا عمري اذيت حد ولا جيت على حد. انت دايما مربيني على كده من اول يوم، بس انا شفت في فرح اهل عسليه النهارده وجع قلبي. الناس دي مش شبهنا يا حاج. شبهنا والله. وعسلية. عسلية اللي وعدتها وربطتها بيك. شوف يا الحسن، في حاجات في الدنيا العقل لازم يسوقها، وحكمك عليها لازم يبقى بالتفكير، وانت ما شاء الله عقلك يوزن بلد. نيجي بقى للي انت فيه دلوقتي. لما قلبك يحرن على عقلك تعمل ايه يا الحسن؟ تعمل اللي يمليه عليك ضميرك يا ابني وانت مستريح. صعبتها يا ابو الحسن. ربنا يخليك يا رب. بس بسم الله ما شاء الله، الواد ايه زي البدر، وشكله كده طيب وابن حلال. الحسن، الحسن ده ملاك نازل من السما. بس ربنا يستر يا مميز وتكمل على خير. الله، ان شاء الله يا اختي تكمل على خير. ايه قلقانه من ايه؟ اصل بقالي فتره كده بحلم احلام غريبه، بصحى من النوم مرعوبه يا مميزو. من الشيطان الرجيم. تعالي تعالي اقعدي جنبي كده وتدفي على الشمال واحكي لي، قولي لي شفتي ايه؟ مرة شفت حد بيقص لي شعري، وش اسناني بتقع، وشي اسود. ده انا ساعات بصحى من النوم مش قادرة اخد نفسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم كده وتفي على الناحية الشمال. هو معناته ايه ده يا مميزو؟ عندك تفسير للأحلام دي؟ خير إن شاء الله، ربنا يستر. اشربي الشاي، اشربي اشربي. أنا مش قادرة أشرب حاجة، امسكي، أنا تعبانة قوي. ما تفسحي شوية يا أختي كده، واخدة السرير كله. يا نهار أسود، أنا تعبانة ما ارتحتش طول النهار، عايزة أنام. الله، ما أنت واخدة نص السرير. الله، حبيبتي ألف مبروك، يبارك في عمرك، ربنا عقبالك يا بت. مبروك يا ست الستات. الله يبارك في عمرك، ربنا يخليك. هو انتوا جايين مع بعض؟ لا، اللي جايين مع بعض، انا قابلته على السلالم. مبروك يا علي. بارك فيك يا سيدي. الرجاله راشد، صباحين بركه يا حبيبي. تعالى. لا مستعجل، تعالى اشرب حاجه. مستعجل يا جدع. انا مش هعمل حاجه لحد، انا عروسه. خش اعمل لنفسي. اعملي لنا شاي يكون. طب جميلني يا اخي، ده النهارده صباحيتي. صباحيتك عدى عليها 8 سنين وانا انت عارفين. وانت لازم تفكرني. شاي. ايه ده؟ تعالى يا راشد، دي بقت حاجه تقرف. تعالى. شفت ابن عمك ده كان ازاي؟ اتظبطت بعد الجواز. مين دي اللي اتظبطت بعد الجواز؟ ما انت طول عمرك قمتني. تاخد كام معلقه سكر يا راشد؟ معلقه. لما انت طول عمرك بتاخد 2. خليهم معلقه. عقبالك يا راشد، يلا شد حيلك. اللي نفسي فيها مش راضيه بيا. ليه يا عم؟ هو في حد يرفض جدع ابن بلد زيك؟ تعالي احضرينا يا فتون، عايزين نحدد ميعاد عشان الحسن وابويا يقابلوك انت وعدلي. مالك محروقه كده ليه يا بنت؟ لا، ما باخدش رايك. الموضوع ده اتكلمنا فيه وخلصنا. نتكلم تاني. اختك الكبيره وجوزها، نتكلم تاني وتالت. طب بصوا بقى، لو ما قابلتوش الحسن وعملتوا معاه اللي المفروض يتعمل، لا اتجوزوا من بره. اصل انا مش مزنوقه لحد. قلت ايه يا فتون؟ خلاص الاسبوع الجاي. مبسوطه؟ انا تمام. مبروك علي. الشاي يا راشد. مش هشرب. راشد، سلام. مش هينفع طبعا اللي انت بتقوليه ده. ايوه، اخر مره اتكلمت معاكي في الحوار ده انت بتعيديه وتزيديه فيه تاني. يا ست انا حر، انا خلاص اعمل اللي انا عايز اعمله. ايه ده، انت بتاخدي كوك؟ كوك؟ يا ريت يا ابني، هو حد لاقي كوك ده؟ انا ما جربتوش غير مره واحده بس، بصراحه بيعمل دماغ عظيمه، بس مش عارفه اعملها تاني. ده بقى ثاني دقيقة. حلوين يعني. بس ده خطر جدا. فكك بقى من الكلام ده. خطر ايه يا ابني؟ انا بقالي اكتر من 4 شهور بضرب ومفيش اي حد واخد باله من اي حاجة. حتى انت. انت دي بقى لها 10 سنين. والست تمام، هي مفيش اي حاجة يعني. سلام سلام. انت جايب وجع دماغ لنفسك على ايه؟ ايه ده يا مو؟ هو انت كمان بتعمل كده؟ دماغ حلو قوي غير الهاش خالص. جرب لو ما عجبكش فاكس. لا يا جماعه انا مش هعمل اللي انتوا بتعملوه ده. ده ممكن بيتاخد انجكشن صح ويبوظ شكل بقى جسمي وشكل الجلد ومكان الحقن. لا لا لا، ولو جربت انا مش هبطل الجو ده. يغتي ايه ده اللي بيتاخد انجكشن يا ابني؟ فكك بقى من الكلام بتاع التوك شوز وما تعرفش تبطل والهري ده. انت ممكن حتى لغايه بعد التالت مره تبطل عادي على فكره لو انت عايز. وبعدين انجكشن والحاجات دي ده الشغل بتاع العيال البيئه اللي مش عارفين يجيبوا النظيف والبيور اللي احنا بناخده. اللي احنا بناخده ده بقى هو البيور. انا معايا 20000 واخر اسبوع يبقوا 22. الله اكبر. وانا معايا 3 يبقوا 26. 26 يبقوا 25. 25. وانا مالي ومال فلوسك؟ انا وانت واحد يا ابو علي. لا مش انا وانت واحد يا ابو علي، كل حاجه الا الحكايه دي. يو كل حاجه قفش، كل حاجه قفش. خدي هنا رايحه فين؟ انا رايحه بتوعي. انا رايحه؟ طب بعد الجواز مفيش شغل كمان على فكره؟ لا والله، لا انا هشتغل ومش هسيب الشغل. مش هتشتغل؟ لا هشتغل، انا بشتغل من وانا صغيره ومش هيحصل. طب انت عارفه انا مش هتشتغلي ليه؟ ما يهمنيش، قعدني. يا بنت عشان بغير عليكي. طب مش كنت تقول كده من بدري؟ يا سلام، فرقت يعني؟ طبعا، تختلف بزياده يعني. المهم نرجع لمرجعنا. هنجيب ب8000 جنيه شبكه، ونجيب شويه اجهزه، ونظبط اوضه النوم، ونروق الشقه، والدنيا تبقى 8000 جنيه شبكه ليه؟ ده كتير طبعا. هم دبله وهو يشتروا سلسله صيني وبس. هو كان حد يعني هيبص على ختم الذهب؟ يا بنتي ده انت تستاهلي وزنك ده، ما تلبسي دهب زي بقيه الناس. بص يا حسن، انت لما تروح عند علي وفتون البيت لا تقول هنجيب شبكه بكام ولا عفش بكام. تيجي انت وابوك تشربوا الشربات ونقرا الفاتحه وزغروتين وخلصنا. ماشي؟ عايزه حاجه تاني؟ عايزه كولا. عايزه كولا؟ حاضر. ايه كمان؟ عايزه نتجوز بسرعه يا حسن، عايزه ابقى جنبك. يا لهوي. يو بقى. طب يلا عشان اروحك. ماشي يلا بينا. علي نفسي اخرج معاك. حضر لك الخير يا اخويا. هو انتوا لسه ما جهزتوش؟ ده حسن كلمني وقال لي انه زمانه على وصول هو وابوه. الدنيا ما طلعتش يا عسليه. هكمل السيجاره واقوم. براحتك يا حبيبي. براحته ايه؟ هو انت لسه هتاكلي وتاكليه؟ ما تقومي تجهزي، ما تقومي يا علي. خد يا اخويا. خد. مال. حاضر. جرى ايه؟ في ايه؟ مالك باين عليكي قوي. اللي هو انك واقعه في غرام حبيب القلب ومستربعه. مستربعه الحلال يا فتون. تبنا الى الله. اللهم صل على النبي. يا رب يدوم، ويا رب الليله دي تعدي على خير ومحدش فيكم يقول كلمه تبوظ القعده. بصي بقى يا اختي، اصل انا من ساعه ما شربت السيجاره دي وانا في حاجه في دماغي بتدور كده. سؤال نفسي اسالهولك، هو انت هتروحي تعيشي مع ابو حبيب القلب وتشتغلي خدامه؟ يعني لا هتشتغلي ولا هتروحي ولا هتيجي، خدامه من ابو بلاش يعني؟ انا اي حاجه هتحصل لي يا فتون احسن لي من قعدتي معاك انت وجوزك والناس اللي خارجه داخله عليكم كل يوم. لا بصراحه متربيه. انا هخش اجهز، واوعي اي كلمه تبوظ القعده. مساء عوض. اسلم عندك فين راشد؟ راشد قلب بوزه علينا كلنا عشان بنت فتحتها النهارده. يا ربنا وربنا خش له. ولو العصفوره اتقلت منك يا حلو. الشغل ايه جوه؟ طب ما اطلع اعورك. راشد ده بجد؟ ليه ضرب الغباوة ده بس يا صاحبي؟ رش الكلام صحيح. قوم يا راشد، مفيش نتاية تستاهل وربنا. عسلية تستاهل يا عم، مش شايفاني اصلا عاجبها الواد الملزق ده. قوم يا راشد، قوم يا راشد، خلاص البت فتحتها بتتقري وبلاء كلها بتتكلم. قوم سيبنا وامشي دلوقتي بقى، وامشي. انا قلبي عليك يا صاحبي، قوم يا راشد سيبنا وامشي دلوقتي. خلي عينك عليها عوض. تمام. امين. ولا الضالين. امين. امين. الف مبروك يا اولاد. ربنا يبارك فيك يا عم جميل. امين. ايه؟ هتتجوز امتى؟ ولا السؤال ده ماليش حق اتكلم فيه؟ لا ليك فيه، اسال براحتك يا علي. ان شاء الله يا عم علي 2 شهرين والشقه تبقى زي الفل، تنزل العروسه تجيب اوضه نومها زي ما هي عايزه. كده كده على السخن. وانت موافقه يا اختي باللي بيقوله ده؟ انت بتساليها تلاقيها هي اللي عايزه كده اساسا. وماله؟ خير البر عاجله، واحنا عايزين ايه غير سعادتهم وهناهم. وانا حاجه مطبخي كلها جاهزه زي ما قلت لك يا الحسن. وانا هجيب نص نقل ونشيل كل حاجه مره واحده، بس نخلص بقى الشقه. مش هتزغرطي يا فتون؟ لا 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 لا. راح فين بس يا راشد؟ عشان بلبع لك شريطين احمر وازرق. الله يخرب بيتك، احمد ربنا يا جدع ان انت لسه واقف على رجلك. بس ادلع ورا كده. راح فين بس يا راشد؟ على وسخ. ايه انت بتعمل ايه هنا؟ يلا يا عم راشد، يلا يا من هنا لعورك. انت تقف تحب هنا؟ يلا ده حاره وسخه صحيح. بص جوه ياه، بص جوه. ياه مساء يا فوكس صاحبي الكبير. ازيك يا علي؟ سيد المعلمين. اتفضل 7000 جنيه، عايز كرتونه اصرفها والباقي عندي. هتبقي 7 يا علي؟ كتير. حبيبك عيسى يا معلم، تقول له لا؟ ماشي زلطه. عمر يا معلم تعالى هات كرتونه 7 من اللي جوه. ماشي يا معلم. تشكر يا معلم. ارفع الغطا اللي على القعده وخد وجبك. يدوم كيفك يا معلم. تشكر. الدنيا لبش بره يا علي، اقعد لما الدنيا تضلي. لبش ايه ده يا علي؟ روي. سلام يا روي. سلام يا علي. ايوه باشا، خرجوا معانا حبيبي. ايه ده؟ انت جايب ايه؟ طبعا شوكولاته. لا عسل. ايه؟ دي اختك. ده الشغل يا حبيبتي. حشيش. طب ما انا قلت لك شوكولاته. نقطع منه، نبيعه، نشرب منه وننبسط. بس ده كتير. هنبيعه لمين؟ فين؟ ما تخافيش، ما فيش أكتر من حشاشين في البلد. زي ما أنت. إيه يا ابني ده كله؟ مش لما التاجر تتاجر على قدك هتقوهم. لو سمحت، مكتب وكيل النيابة منين؟ قدام على الشمال. يلا يا اخويا منك ليه؟ استنى هنا. يلا يا اخويا. انا نفسي الكلام شد يا فدون. ايوه يا اختي ايوه. خد بالك في داهية يا فدون. الله يلعن اليوم اللي عرفناك فيه. ما تخافيش، انا قلت الحاجات دي كلها بتاعتي. اختك طالعه. راشد فين؟ ما بيردش على تليفونه من الصبح، تلاقيه عارف اللي حصل لك فقال لك اخلع كلبشات يا فتون. يا لهوي يا فتون، يا لهوي يا فتون. استنيني يا اختي. هستناكي يا اختي. هروح فين؟ اوعي تمشي. في تليفونك. يا عسل. ايه؟ الحقني يا راشد، فطون وعلي في النيابة. ايه؟ شفت اللي حصل يا معلم؟ شفت يا اخويا. علي راح بيقول للحكومه ساعه ما اتمسك ان البضاعه خارجه من عندي. امال ايه الحكومه جت لي ليه؟ هو التليفون اللي جالنا خلاها ننضف المطرح، كنا زماننا اتلطينا. ماشي. ده راشد يا معلم. ماله يشرف. افتح يا فوكس. حاضر يا معلم. صربة. بص يا زلطة حاجة. يا ابو هناء، يا ابو هناء بتسلم علي يا ابو هناء؟ ما حصلش. اهدى كده وافهم الاول. اقعد اقعد يا راشد. علي اتقبض على ايه؟ بسيبه كده. الله، ابن عمك قال للحكومه ان البضاعه خارجه من عندي، يبقى انا اللي ليا حق يا راشد. حق ايه؟ انا قايل لك في مصاريف ومحامي، مش ده الراجل بتاعك؟ مصاريف ومحامي ايه؟ لا لا لا، ده كلام فارغ. ابن عمك باعني، اشتريه انا؟ الشغلانه بتاعتنا دي يا راشد محتاجه راجل، وابن عمك طلع عجله. تمام. اقعد يا ونش. خد على خطوه. سلامة خاطر. برضه قافل تليفونك يا حسن. يا عسلية، هما فين؟ أنت اللي كنت فين؟ وأنا لازم يعني أكلمك 70 مرة عشان تيجي؟ عاجبك اللي علي عمله فينا؟ يرضي مين ده يا راشد؟ ماشي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا علي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اختي. فتون علي عامله. قررنا نحن خالد عبد المنعم رئيس نيابه بولاق اخلاء سبيل فتون سعيد من سرايا النيابه ما لم تكن مطلوبه على ذمه قضايا اخرى، كما قررنا استمرار حبس المتهم علي اسماعيل شلبي الشهيب روي 4 أيام على ذمه التحقيقات على ان يراعى التجديد في الميعاد. الحمد لله. افراج يا اختي بس من القدس. كنت فين يا راشد؟ كنت عند ابو هناء بعد ما انت اتمسكت. الحكومه كبست عليه ما لقيتش عنده حاجه. ابو هناء؟ ابو هناء ده اللي فتش عليه في المحضر هيضيع لي الراجل. يا ستي مش هو اللي وصل له انك قلت في الاسم ان الحاجه من عنده. قلت ولا ما قلتش؟ يلا انت هتطير. حاضر روح معايا الاسم. يلا وروحها. حاضر روحها. خلي بالك من نفسك يا اخويا. ساعه واجيلك الاسم. انت بس ليه بقى؟ عندي مشوار ضروري هعمله واجيلك على طول. ماشيين معاك اهو، ماشيين معاك. على خلقه ربي لوحدي. انت اللي ما يغلاش على خلقه. لا حول ولا قوة إلا بالله. استهدف الله يا عم جميل واحتسبوا عند ربنا في الجنة. نحتسب مين؟ والحسن فين؟ الله يرحمه. الله يرحمه يا بنتي. هو خطيبك؟ الله يرحمه بس الحسن فين؟ لا إله إلا الله وحد الله. بس الحسن فين؟ ما تعمليش في نفسك كده. الحسن فين يا عم جميل؟ قتلوه رموه تحت الكوبري. عسل إيه؟ يا عم ايه ده؟ انا مديك 100. لا هم 50 بس. 100 ايه؟ انت هتنصب عليا. مديك 100 والناس شهاده. انت مجنون ولا ايه؟ خلاص يا بيه خلاص. فين يا بقيت شوف النصب. خلاص يا استاذ. خلاص يا بيه. خلاص يا بيه. خلاص يا باشا. هاتي ناس صغيره. غيروا الصنف بقى واستنضفوا. هاتي ناس صغيره عندك. حاجه عجبتك؟ بصراحه انا عايزه خاتم حلو قوي، يعني من الاخر كده مفيش زيه. لمين؟ لواحد حبيبي؟ لا حبيبي ايه، ده خطيبي. تقدري تقولي لي هو عنده كام سنه؟ كام سنه اشمعنى؟ عايز اعرف اتولد امتى وفي شهر كام؟ هو اتولد في شهر 11 زي قبل ب3 ايام، يوم 18. انت عقرب؟ ايه عقرب ده؟ لا انا ماليش في الكلام ده. ثواني، 11 كده. انت لسه هتقرا؟ ايوه تمام. يبقى ناقص تقولي لي حاجه واحده. ايه بقى؟ اتولد الصبح ولا بالليل؟ لا دي معرفهاش، معلش عدي لي دي. اسمعي كلام، اتصلي بيه واساليه من غير ما تقولي له على الهديه. ماشي هساله، ما اسالوش ليه. الو عامله ايه؟ انا كويسه. خدي يا حاج، خدي على السلك. لسه ما روحتيش؟ لا لسه ما روحتش يا بنتي. قلت لك اهو روحي بقى. بقول لك يعني هسالك سؤال وتجاوبني عليه ونتكلم بعدين، ماشي؟ انت اتولدت الصبح ولا بالليل؟ لا مش هقول لك. قول لي بس. لا خلاص مش هقول لك. اتولدت الفجر يا ستي. فجر؟ خلاص مش دلوقتي، قلت لك بعدين. يلا سلام بقى. سلام. تمام. ما قلتليش اسم خطيبك ايه؟ اسمه الحسن. الحسن، يا سلام، الله اكبر، ما شاء الله يا الحسن. بص يا ستي، انا محضر لك حاجه تستاهل انك انت تهدي بيها. اتفرجي بقى. ايوه يا فتون. ايوه يا بنت، انت فين؟ عايزه مني ايه دلوقتي؟ انجزي عشان الفرح. لسه الساعه 4 يا فتون، الفرح مش هيدور قبل 8. بسرعه يا بنت. لا ماشي حبيبتي، الف مبروك. الف الف مبروك. سلام بقى. سلام. بصي بقى، الخاتم ده فيه حجر كريم بيألف بين الأحباب لغاية الممات. ده حلو قوي. هو مش غالي قوي، بس صنعته متكلفة. كل بلد وليها شيخ، إلا أبو الأول علا وليها سلطان. يا كبير أوي المعلم راشد الغول، فرح ابن عمو الليلة. أنا عايز أحلى سلام للناس التمام، للناس اللي مشرفانا ومنورانا ومكبرانا. أبو هناء سيد المعلمين الكبير أوي، معلمي سمعني عظيمة يا مصر. باله بنفسي وتعب روحي ويايا عشان شرابي على نفسي يا روحي ومش شايلها له ايدينا فوق اسمع لابس وشي مش وشي يشوفني في كل جبل واقف عامل اني ما بخافش لكن دايما بكون خايف صحيح البخت جاتني ومات وديني كمان مقضيها وكل يومين بكون على حال اعمل ايه بعديها تعالى يا حسن هعرفك على اختي فتون يا فتون تعالى يا علي علي جوز اختي الحسن تعالى يا اخويا تعالى ايه يا علي يا فتون تعالي الحسن يا فتون فتون اختي اهلا يا اخويا يا حبيبتي ماليش في الكلام ده هتقعد شويه كده وكنت شغلك ازاز قلت لك ماليش في الكلام ده هو جاي يبارك نمشي على طول يبارك فيك يلا يا حسن تعالى عايش في الدنيا دي سكة وعايش فيها على تكة بداري القاها بالضحكة أخاف ليه يا صلاح بقاله كتير عايش فيها على تكة ركز معايا هنا